بعد النجاحات التي حققها معاون الأمن في منظومة العمل الشرطي بانضباطهم وما يتمتعون به من مهارات تدريبية وبدنية وقتالية عالية اكتسبوها خلال فترة دراستهم التي يخضعون فيها لبرامج تدريبية ذات معايير عالمية. واستمرارا لهذه النجاحات، صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الذكور بمعاهد معاون الأمن وفقا لضوابط ومعايير محددة أعلن عنها مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فتح باب قبول الدفعة العاشرة بهذه المعاهد. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها لراغب الالتحاق بمعاهد معاون الأمن من الذكور فقط، وفقاً للقواعد التالية: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية، ألا يقل السن عن 19 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن، أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاون الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب، ألا يقل الطول عن 170 سنتيمتر، ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة أو ملحقاً بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى، ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج. وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن مواعيد التقديم من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت خدمات معاون الأمن. يتم التقدم من خلال صفحة خدمات معاون الأمن على موقع وزارة الداخلية بشبكة المعلومات الدولية اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 18/5/2024 حتى مساء يوم الخميس الموافق 27/6/2024 ميلادية. وستجرى الاختبارات بمعهد معاون الأمن بطرة، ومعهد معاون الأمن بالبحيرة، ومعهد معاون الأمن بستة أكتوبر بالجيزة، ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج. وتؤكد وزارة الداخلية على راغب التقدم للالتحاق بمعاهد معاون الأمن بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي للوزارة المخصص لذلك والتواصل مع المعاهد المقررة بالإعلان. مدة الدراسة بمعاهد معاون الأمن عام ونصف، يخضع فيه الدارسون لبرامج تدريبية متطورة ترفع كفاءتهم البدنية والرياضية والقتالية لتأهيلهم للعمل بمختلف المواقع الشرطية باحترافية وكفاءة عالية، تؤكد على الوجه الحضاري والانضباطي للشرطة المصرية.